ممكن احكي لكم على موقف وسيناريو حصل معايا. رحنا هناك الوداد ولعبنا الفاينل وخسرناه. كانت الامور هناك مش احسن حاجه، وكان الاجواء مش احسن حاجه، وكان جوانا غير طبيعي. بس عشان نرجع البطوله لينا تاني ونحافظ عليها في بيتنا في النادي الاهلي، سبحان الله السيناريو بيتعاد تاني. بتلعب نهائي قدام الوداد، انت ده كله مخزن من السنه اللي فاتت، طبيعي ان انت تنزل هتموت نفسك وهتطلع كل حاجه عندك. ده اللي حصل. الناس كتير قوي لما كسبنا 2-1 هنا قال لك الماتش هناك هيبقى صعب. اه فعلا صعب، والاجواء هناك اجواء مثيره طبعا ومش سهله. السيناريو بتاع السنه اللي فاتت مش عاوزه يتكرر تاني، فكنا مركزين جدا جدا. جه فينا اول جون ما فتحناش الماتش وما فتحناش الجيم وما حصلش اي حاجه. اتكلمنا مع بعض بين الشوطين وحاولنا ان احنا نركز وان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى نطلع بالبطوله من هناك. وده اللي حصل الحمد لله. طول ما انت عندك ايمان بربنا وعندك ثقه بنفسك وزمايلك فهتوصل لهدفك. حاسس ان انت اللي هتجيب الجول؟ انت رسمه من اليوم اللي قبله. انا عارف هم عايزين يسالوا السؤال، انتوا عمالين تجهزوا الجول. والله انصحي، انا فعلا عامل سيناريو اللي انا ان شاء الله اجيب جول وهحتفل نفس الاحتفال بتاع السنه اللي فاتت. والله العظيم نفس الاحتفال بتاع السنه اللي فاتت، واقول لهم احنا رقم واحد. فالحمد لله، يعني الحمد لله، يعني مش انا اللي جبت البطوله بس، كلنا انا وزمايلي كلنا بجد تعبنا البطوله ديت وركزنا. فانت ركز وان شاء الله تاخد البطوله باذن الله. تقولي للمدافع اللي عايز يجيب اجوان، عشان بس دي عندنا المدافع الهداف ده، حط هدفك قدامك اللي انت لازم تطلع. ما تطلعش ان انت طالع تاديت واجب ورجع تاني، لا حط هدف، حط حاجه اللي انت اطلع اجيب جون، انا اطلع كسب الفريق. فخلينا نشوف ان شاء الله في مدافعين النهارده يجيبوا جول بقى باذن الله. ان شاء الله مشي حلو عليهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم التوفيق يا رجاله النهارده، وكابتن عبد المنعم بيتمنى لكم التوفيق والتركيز، وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. متعونا كده، عايزين نتمتع بقى. التوأم فين؟ يلا بينا على الماتش ان شاء الله. اول مباراه كل واحد فيكم ليه دور، ركزوا جدا. انا عندي ثقه فيكم عاليه جدا، انا واثقه فيكم. مش عايزين نزعل على حد ممكن يمشي مننا، احنا مش عايزين حد يطلع من عندنا ابدا. كابتن ساره عندها تريكات بعد الكور الثابته، كابتن طارق دايما بيعتمد على الهجوم اكتر، وعشرة ده بعد ما بيخلص الهجمه هنا والشغل بيبتدي يخش عشان نعرف نعمل كثافه هجوميه. جاهزين؟ جاهزين يا كابتن.